الالبوم امتى. هي ستي نايمة على السرير وبلبسها ودخلت وصورتها وسألتها سؤال وهزرنا وخرجت. فأنا مش شايف فين الجرأة، يعني مش شايف ان كانت في اي حاجة ما ينفعش انها تطلع مثلا. لا احنا اسفين، انا عارف انها صح، اوكي بس تمام. يعني ده كان رد مصطفى عامر الكونتنت كرييتر اللي وثق حفلة إليسا وسعد المجرد في جدة، واللي كمان صور الفيديو المثير للجدل بعد ما صحاها من النوم علشان يسألها على تفاصيل ألبومها الجديد. الألبوم بقى الألبوم لا لسه بدري قوي، مالكش دعوة. كل حاجة مصطفى عامر هو مخرج موسيقي وكونتنت كرييتر صاحب أفكار جريئة في توثيق حياة الفنانين، واللي اشتغل مع حمائي وإليسا وكلمنا عن تفاصيل شغله وفكرة تصوير فيديو إليسا المثير للجدل. هو أنا لسه بادئ شغل مع إليسا as a content creator. أنا عاملين فكرة إن إحنا في حفلاتها مش بنصور بس الحفلة، أنا بصور الجورني، يعني انا ببقى عامل زي دوكيومنتري، شورت دوكيومنتري عن الجورني بتاعت الرحله بتاعتها من اول ما تطلع من البيت لحد الكونسرت وبعد الكونسرت كمان. هي دلوقتي إليسا شغاله على الالبوم، ففكرنا طب ما احنا نبتدي اسالها بقى امتى الالبوم. فجت الفكره ان هي كانت اكشلي واخده ناب قبل الحفله، يعني هي كانت صحيت وجهزت ظبطت حاجات، انا هاخد ناب ربع ساعه قبل الحفله قبل ما تلبس الدرس بتاع الحفله يعني. فانا طلعنا فانا خمس دقايق رحت داخل عليها قلت لها إليسا الالبوم امتى؟ بتقول لي شو؟ مش حد يصحي حد منهم يقول له الالبوم امتى؟ التعاون مع فنانه بحجم إليسا اكيد مش عادي، وده اللي حكى لنا عنه مصطفى وعن رد فعلها على تعليقات الجمهور الخاصه بالفيديو. لما قابلتها بعد ما الاخبار انتشرت ان في معجب اقتحم غرفتها قعدنا نهزر على يعني اوريها الحاجات اللي بتجيلي وكده، وقعدنا نهزر ونضحك عليها يعني. يشوفها من بره يحس ان هي جديده وقويه ولكن في الحقيقه الناس قريبه منها بتعرف إليسا بيبي خالص. يعني إليسا مش متعبه خالص، لان انا اللي عاجبني فيها ان هي عارفه هي عايزه ايه بالظبط. يعني هي 1 plus 1 equals 2. انا وجودي مع إليسا دايما هي عارفه ان انا هسالها اي سؤال في اي وقت، وان انا بصور ماتيريال طول الوقت بنفس الدايركشن، بس هنزود افكار تانية. ممكن فيديو انا تارجت ان احنا بنتكلم عن الالبوم. بحضر دلوقتي مع رامي صبري، بعمله نفس الكونتنت، بس كل ارتست وليه ايدنتيتي وكل ارتست ليه سكه تانية غير التاني. بره نفسي اشتغل مع ناس كتير، بيلي ايليش، دولي بموت فيها، جاستن بيبر. هي اسمها ماريا لين باس، هي مغنيه رابر. نعمل ميوزك فيديو ومزيكا، هي عايزه تعمل اغنيه انجلش وعربي، فشغالين بقى لسه بنفكر ممكن نعملها ايه مع مين المغني اللي ممكن يغني معايا هنا في الميدل ايست.